أما في السوق الكويتي فقد أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت مرتفعاً بنسبة بلغت 0.36% عند مستوى 8058 نقطة، تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 64 مليون دينار. وجاء سهم شركة أولاد علي الغانم للسيارات في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 3% ليغلق عند دينار فاصل 18. تلا سهم بنك الخليج بنسبة 2.75% عند 0.29 دينار. تلا سهم بنك برقان بنسبة 2.16% ليغلق عند 0.18 دينار. بينما تصدر سهم شركة المباني قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 1.13% ليغلق عند 0.78 دينار.